بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بهذه ذي بدء أحيي الإخوة الأفاضل الذين يسروا لنا هذا اللقاء، فأسأل الله وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك في جمعيتهم، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك ويحفظ كل الإخوة الذين يستمعوننا على المباشر، وكل سكان مدينة أرنم في هولندا. وأسأل الله عز وجل في هذه الليالي المباركات أن يعتقنا وإياكم وجميع المسلمين من النار. كان موضوع هذا اللقاء عن عجالة، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نتحدث عن هذا الموضوع ولو بشيء يسير. هذا الموضوع يدور عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يتكلم على الزوجات ديال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وخصص الإخوة هذا اللقاء أن يكون عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد ملأت العلم شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. ما من موعظة نسمعها أو درس نسمعه إلا ونسمع فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة المؤمنة الطاهرة هي أعلم نساء الأرض، هذه أول معلومة، هي أعلم نساء أهل الأرض جميعا. فهي قد أخذت علما كثيرا وسنة عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يأتون إليها فيسألونها عن أمور دينهم، لما يعرفونه من مكانة سامية لهذه المرأة الطاهرة النقية، ألا وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإنني من هذا المنبر أدعو المسلمين لتعظيمها وحبها، فإن حبها حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بغضها بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. من يبغضها كمن يبغض أمه، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أم المؤمنين جميعا. إذن ما قصتها؟ كيف تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله؟ تزوجت وهي في سن صغيرة، لا زالت صغيرة، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله خطبها قبل ذلك لما كان في مكة، ولكنه لم يدخل عليها. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن يتزوج بكرا أم ثيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله لتلك المرأة التي عرضت عليه الزواج: من هي البكر ومن هي الثيب؟ فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم البكر بأنها هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لتلك المرأة: اذكرني عندها، يعني شوف وش هل يقبلون أم لا. فوصل الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقبل ذلك. فكانت تلك هي عبارة عن خطبة فقط، وليس دخولا على عائشة رضي الله عنها، إنما الدخول كان بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. عائشة رضي الله عنها تعتبر هي الزوجة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد خديجة رضي الله عنها، وبعد سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. وهي
تعتبر في المنزلة الثانية من منازل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وتعتبر هي في المنزلة الأولى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أحياء. فلا شك أن عائشة رضي الله عنها هي في المنزلة الثانية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بالاتفاق. والدليل على هذا كما في القصة المشهورة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما من الأيام يحسن صحبة إلى إحدى صاحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يعني كان دائما إذا جاءت صديقة خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بها ويستقبلها، ثم بعد ذلك كان يجلس معها ويتحدث معها. فيوم من الأيام عائشة رضي الله عنها وأرضاها جت هذيك الغيرة، فقال النبي صلى فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا كنت تتكلم مع هذه المرأة، يعني صاحبة خديجة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، كنا نتذاكر أيام خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يعني كنا كنتفكروا ذاك الأيام الجميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نسي تلك الأيام التي قضاها مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فأرادت عائشة رضي الله عنها، يعني بغت تقول له: يا رسول الله، راه أبدلك الله خيرا منها، الله عز وجل أعطاك حسن من خديجة. خديجة كانت يعني زوجة كبيرة في السن، عجوز، ماتت، انتهى أمرها، الله عز وجل أبدلك خيرا منها، يعني صغيرة وجميلة، يعني كل المواصفات التي يريدها الزوج هي موجودة، فلماذا يا رسول الله لازلت تتحدث عن تلك المرأة وتأتي بسيرتها وما إلى ذلك؟ انظر ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. يعني أن خديجة لا زالت مكانتها في القلب، ولو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خديجة تفوقها في المنزلة وتفوقها في الدرجة. فدل هذا الحديث على أن عائشة رضي الله عنها يعني على العموم ديال الزوجات ديال النبي صلى الله عليه وسلم هي في المرتبة الثانية، لكن بعد ما توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها المنزلة عائشة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بقية الزوجات من غير خديجة التي توفت كانت في المرتبة الأولى. ولذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يوم من الأيام لما كان يرى ذاك الخلق الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فأراد يوم من الأيام أن يعرف ما منزلته من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فجلس يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. يعني مباشرة، يعني دون أن يتردد ودون أن يتستر ودون أن يعبر بتعبير آخر، هذا يدعونا معشر الأحبة على أن نصرح بحبنا لزوجاتنا، ولا حرج في ذلك. إنسان يذهب إلى زوجته فيقول لها: يا زوجتي، أنا أحبك، وهي كذلك، لأن المرأة بهذا الأسلوب الجميل يزيد تعلقا ويزيد حبا ويزيد استمرارية في الحياة. يعني لماذا الإنسان يقول لزوجته، يقول لأي امرأة أنا أحبك قبل أن يتزوجها؟ بل ربما يعبر عنها بكل المشاعر، يعني كيبدا يفرغ لها القلب دياله ويعبر لها بكل ما أتى من كلمات الحب والغرام. حتى المرأة كتدهش كتقول: هذا الرجل هذا وإلا فلا، هذا هو الوحيد اللي كنبغيه. لكن لما يبدا الفعل الحقيقي، لما تبدا عملية الزواج وتبدا الحياة الأسرية، تبدا على شرع الله، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتغير الأمور، ما كتبقاش هكذا.
كتولي داك تعابير الحب وكلمات الحب التي كان يستخدمها قبل الزواج كتولي مندثرة، صافي مشات ذابت. ولذا بعض الناس كيقول لك لا، الحب مقبرة الزواج، الزواج مقبرة الحب. نعم، هذه عبارة خاطئة لكنها صحيحة بالنسبة للناس اللي هم يعيشون الحب ويعيشون الغرامة قبل الزواج. لكن المسلم الصادق الذي يبني الأسرة دياله على أسس متينة، ليس هذا هو المقصود. ذاك الحب اللي هو يعني يستهلكه الإنسان قبل الزواج، المؤمن يدخره بعد الزواج، عاد كتبدأ الحياة السعيدة. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن مشاعره أمام زوجته ويعبر عن مشاعره أمام الناس جميعا. فكان أحد إذا سأله من أحب الناس إليك، كان يقول له مباشرة دون حياء بأن عائشة هي أحب الناس إليك. المهم، القصة معروفة اللي هي يعني قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هو ما كان غرضه أن يسأل عن النساء، إنما كان يريد أن يسأل عن نفسه هو، أين منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله، لا أسأل عن النساء، يعني لا أسأل عن زوجاتك، إنما أسأل عن الرجال. فقال له ثم من يا رسول الله؟ قال له أبوها، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإلى آخر الحديث. إذن أحبتي في الله، يعني عائشة رضي الله عنها هي الأولى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولذا كان يعاملها معاملة خاصة ويقدرها تقديرا عظيما. بل كان عليه الصلاة والسلام يعلق حب الناس له بحبهم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذا كان يقول عليه الصلاة والسلام فأحبي هذه، يعني من يريد أن يحبني فليحب هذه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له مواقف عالية ومواقف متعددة من عائشة رضي الله عنها وأرضها، سألخص بعضها. لأن منزلة المسلم وخلق المسلم كيتضح بالخلق ديالو مع الأزواج ديالو في داخل البيت. فالإنسان قد يظهر بمظاهر الخير وبالأخلاق الجميلة خارج البيت، وكيبان واحد الإنسان في المستوى وفي الأخلاق الرفيعة، لكن الاختبار الحقيقي بالنسبة للخلق فين كيكون؟ يكون في الدار ديالك. يعني الإنسان لو بغينا نختبروه ونختبروا الأخلاق ديالو واش فعلا حقيقية ولا لا، نشوفوه مع الأهل ديالو مع الزوجات ديالو في داخل البيت. يعني بنادم راه يخص نخصها نختبى ذي الأخلاق النس، يخصها نسقسى الأهل النس كيف يعامله ومش يتعامل في داخل البيت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يقول خير عامل أحاسنكم أخلاقا، أفضل الناس أحاسنهم أخلاقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وخياركم خياركم لأهله، أفضل الناس أحسن الناس هم اللي يكونوا مزيانين مع الأهل ديالهم في بيوتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيعطي واحد النموذج الأمثل في التعامل دياله مع هذه الزوجة المباركة ألا وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حينها ورد في الحديث أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحرير وفيه صورة ماذا؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن تكن هذه، يعني فلتكن، فليمضي الزواج. بل ورد أن جبريل عليه السلام لما أظهر له صورة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. فإذا يعني الزواج ديال النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما كان أيضا من عند ربنا سبحانه وتعالى. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا زالت في سن الصغر،
تحب ما يحبه الصغار، أنها كانت تحب أن تلعب، أنها كانت تحب المزاح. فمن القصص التي وردت عائشة الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يوم من الأيام دخل عليها فوجدها تلعب أو مع نساء أهل المدينة، وكانوا يغنون يستمعون لأصوات الغناء، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وإذا به ينكر عليهن ويقول: أمزمار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: دعهن، فإنه يوم عيد، يعني هذا اليوم يوم عيد. دل ذلك على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحب يعني أن تترفه عن نفسها، تحب اللعب أو ما أشبه ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح لها هذا المجال. ثم إن من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تسمى لنفصل المواقف، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعرها، إحضار مشاعر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني ود استصطياشة دائما يخصنا تيج خرخضة النس. وهذا خلق عظيم، أن المسلم يخص دائما ذيري تسمى ويتغياش المزاج البشر، هذه قدر الإمكان يخصنا خاصني صور ذا الفرح. هذا هو هدف المسلم من هذه الحياة. بعض الناس لا ترى منهم إلا الكآبة، إلا الآلام، إلا الأخبار السيئة، لكن البعض منهم حينما ترى في وجوههم، ترى فيهم البشر، ترى فيهم الفرح، ترى فيهم السرور، مرة من المقصدشن الهم تجده يرفع عنه هذا الهم وهذا الغم والحزن. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها، اسمع ماذا يقول لها يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمد سنيج نهار النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: يا عائشة، والله إني لأعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني غضبة. قارس النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، قنش السنخ مرمي تريد راضية، مرمي وتريد راضية. فقالت له: يا رسول الله، ومتى يعني تعرف ذلك؟ مرمي السند منيا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، حينما تكون عني راضية تقولين: لا ورب محمد، وحينما تكون عني غضبة تقولين: لا ورب إبراهيم. فضحكت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني الناس: يا رسول الله، من إذا يتسند بأن شمي تاريخ تاريخ مليح، شني خشموا تاريخ مليح أكيدش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم شمي تريد مليح أكيدش؟ قال: لا ورب محمد. شمو أكيد تريد شا مليح؟ قال: لا ورب إبراهيم. فحينها ضحكت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت له: يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. يعني تسمى شك أقشغري قور أنت في القلب يا رسول الله، إنما الاسم الذي أهجره، فأنا لا أهجرك يا رسول الله. فلذا كانت تحبه حبا شديدا، وهذا الحب نتج عنه تلك الغيرة التي بين الأزواج وبين النساء. فإذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يعرف أحوالها كلها، ليس أحوال الظروف ديالها، يمتى تكون راضية، لما تكون غضبانة، لما تكون مزيانة، لما تكون مش مزيانة. وهذا أحي عز وجل يدعونا لأن ندرس الحالة النفسية لزوجاتنا في البيوت. من هي إخصت ما ذخج رنش نتعايش مع زوجاتنا بهذه الحالات وبهذه الظروف. بعض الناس يعامل زوجته كأنها امرأة خلقت من مادة أخرى، ليست من مادة الطين الذي خلق منه الإنسان، فيريد دائما أن يدخل إلى البيت ويراها مسرورة، يريد أن يدخل إلى البيت ويراها دائما متهيئة له ومتزينة له. لا، المرأة مثل الرجل أيضا، لها مشاعر، لها ظروف تمر بها، مرة تكون ميسورة، مرة تكون غضبانة، وهكذا. فإذا من هنا نستفيد الدروس، وليس المقصود هو أن نسرد الأحداث والتواريخ
إنما المقصود أيضا أحبتي في الله عز وجل أن نستفيد الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. أيضا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه عليه الصلاة والسلام كان يختار لها أفضل الأسماء، بل كان يناديها بأحب الأسماء ويداعبها بالأسماء الجميلة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لها يا عائش، يعني هذا تعظيم لها وترخيم. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يقول لها يا حميراء، يعني كانت شديدة فيها حمرة في وجهها مع البياض الشديد، هذا غاية في الجمال. فكان عليه الصلاة والسلام ينادي عليها بالاسم بالأسماء الجميلة بالصفات الحميدة التي تحبها المرأة غالبا، لأن المرأة تحب الثناء وتحب المدح وتحب كلمات الحنان وما إلى ذلك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجته عائشة بهذه المعاملة الجميلة. إذا هذه بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من بين المواقف أيضا كان عليه الصلاة والسلام لا يتأفف منهن، يعني تسمى مريت ورزيت تشحج تعفت مثلا، فما تشمتري في حال المرأة لما تكون في حالة الحيض والنفاس مثلا، بعض الرجال يفرون منهن حتى البيت ربما يهجره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتأفف منهن عليه الصلاة والسلام، بل كان يتودد إليهن. واسمع إلى ماذا كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال فكنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرب ماء أو يشربون لبن، فكانت عائشة إذا شربت من إناء فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. أتدري ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ سمني خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضع فمه في المكان الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أي من القدح، نفس المكان. وإذا نهشت عائشة رضي الله عنها عظما من اللحم أكلت منه ثم وضعته، كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله فيأخذ هذا العظم فيأكله من نفس المكان الذي كانت تأكل منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا دلالة على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذه رسالة يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله للخلق جميعا، للأمة جمعاء، رسالة تعبر عن الوفاء، عن الحب، عن الصدق بين الأزواج. وإذا انتفت مثل هذه الصفات انتفت الرحمة والمودة بين الأزواج. أيضا من بين المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يقف بها مع زوجاته، ومن بينها خديجة رضي الله عنها، ومن بينها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه كان عليه الصلاة والسلام يصبر من أجل إسعادهن. هذه نقطة مهمة، وقد ذكرنا هذه القصة، ذاك المرأة البنات اللي كانوا يغنون في ماذا؟ في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يسمع ذاك الغناء وذاك الصوت، لكنه عليه الصلاة والسلام كان الهدف دياله أنه كان يريد ماذا؟ أنه كان يريد يدخل السرور ويدخل السعادة على زوجاته صلى الله عليه وسلم وعلى آله. أيضا أنه عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يتزين لها، كان يتزين لها ويتطيب لها، من أجل أن تدوم المحبة بين الزوجين لا بد أن يتهيأ أحدهما للآخر. فانظر ماذا تحكي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما تسأل بأي شيء كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل البيت بماذا كان يبدأ،
قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك، يعني يتهيأ، يتطيب، يستعد حتى يدخل على زوجاته أو زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأطيب ريح. أيضا من الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يغتسل معها في إناء واحد. قالت عائشة رضي الله عنها: فيبادر حتى أقول له دعلي دعلي، يعني مثلا عنده محط سطل واحد اللي كان يغتسل منه، فكانت الأيادي يعني تتردد على الإناء مرة أخرى. طلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول له: يا رسول الله، خلي لي يعني شيئا من المال، حتى ماذا، من أجل ماذا؟ أن يبقى ذلك المال، الماء لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يضع، حينما كان يتناولان الطعام، كان يضع اللقمة في فم عائشة رضي الله عنها وأرضاها للدلالة على حبها. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الكريمة التي كان يتعامل بها مع زوجاته ومع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان يوصي المسلمين بذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها. رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد فينا قش النفقة إلا الله عز وجل يعطيك عليه الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك. أولا للدلالة على أن الأجر يتعدد، وأن الإنسان الذي ينفق على أهله له الأجر الكثير. ثانيا في هذا الحديث إرشاد لماذا؟ إلى أن يتعامل المسلم مع زوجاته بالحسنى كما كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله. أيضا من الأمور التي أيضا يسردها كتب السير عن سيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه عليه الصلاة والسلام كان يسابقها، كان يخرجان خارج البيت في الصحراء، ثم بعد ذلك يبدأ هو عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالمسابقة، يتسابق معها، كما حكت لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه عليه الصلاة والسلام سابقها يوم من الأيام، فسبقها عليه الصلاة والسلام. فلما مرت أيام، بل ربما مرت سنوات، وإذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تسمن قليلا فيكثر فيها اللحم، حين ذلك ثقلت على المشي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسابقها مرة أخرى، وإذا به عليه الصلاة والسلام يسبقها فيقول لها: يا عائشة، هذه بتلك. إذن هذه مواقف جميلة لا تعد ولا تحصى، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن ينبغي أن نعلم أحبتي في الله عز وجل أن هذه المرأة المؤمنة الطاهرة النقية قد ابتليت بلاء شديدا في حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وقد أنزل الله عز وجل وحيا من السماء يتلى إلى قيام الساعة، وهذا البلاء يتمثل فيما يسمى بحادثة الإفك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت في المدينة وعادت من إحدى الغزوات، وإذا ببعض النفوس المريضة وبعض القلوب التي فيها مرض، أرادت أن تشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وأن تزعزع صفوف المسلمين، وأن تدخل الشكوك عليهم. فقام المنافقون في المدينة اتهموها رضي الله عنها وأرضاها في عرضها، وهذا ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ما يسمى بحادثة الإفك. قال عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا. والإفك هو البهتان،
أن تقول الكذب مكان الصدق، هذا يسمى إفك. فاتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فجت شهرا كاملا وهي تبكي بكاء شديدا حتى كاد هذا البكاء أن يفلق كبدها، وخاض الناس وحزن النبي صلى الله عليه وسلم وحزن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حزنا ما بعده حزن. ولا أتخيل ولا أتصور أن امرأة من المسلمين يقع لها ما وقع لعائشة رضي الله عنها وأرضاها فتصبر ذاك الصبر الجميل الذي صبرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. جلست هذه المدة كلها حتى أنزل الله عز وجل عليها كتاب يتلى إلى قيام الساعة، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كان من جملة من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضها رجل، أحد السيد كان يعني ينفق عليه رضي الله عنه وأرضه، يعني الأب ديالها، اسمه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضه، كان صحابيا جليلا وكان من المهاجرين الفقراء، كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضه. لكن لما جاءت هذه الحادثة هو أيضا جرفته الأهواء فسلك مسلك أناس أيضا يعني اتهموا عائشة رضي الله عنها وأرضها. فلما سمع خبره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو الذي كان ينفق عليه، لما سمع هذا الخبر قاطعه، قال والله لا أنفق عليه، قال والله لا أنفق عليه، يعني خليه مهما أنه يعني اتهم عرض بنته وصار أيضا يتحدث بذلك، فما جزاؤه إلا أن يفارقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويترك عنه النفقة. فجلس على هذه الحالة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأيام حتى أنزل ربنا سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت من أجل أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يعفو على من، أن يعفو على مصطح وأن يسمح له. فلما سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذه الآيات المباركة قال: والله إني أحب أن يعفو الله عز وجل عني وأن يغفر لي والله غفور رحيم. فحينها سمح لمصطح رضي الله عنه وأرضاه وعفى عنه، ثم بعد ذلك أيضا يعني عاد مرة أخرى لينفق على مصطح، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لا أقف عن هذه النفقة أبدا حتى أموت. فإذا هذه بعض مواقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولن ترزق بولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وقد وفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، هي توفيت في 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يزيد عن 40 سنة. وقد حضرت رضي الله عنها وأرضاها غزوات عدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهي التي مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، نعم في صدرها، على صدرها رضي الله عنها وأرضاها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر سواك وقع في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذاك السواك المخلوط ببساق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تلوكه رضي الله عنها وأرضاها ثم تعطيه وتقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله.
نعم أحبتي في الله عز وجل. هذه بعض مواقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هناك مواقف متعددة يعني تدور عن غيرتها وتعاملها مع بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ربما الحديث عن هذا الأمر يطول، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وخيره وإحسانه أن يتجاوز عنا في هذه اللحظات المباركة، وأن يجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين يا رب العالمين. وأذكرك في هذه الساعات المباركة أن يلتجئ المسلم إلى الله عز وجل بالدعاء، فإن هذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء، يعني بأن الإنسان إذا قرب الإفطار في هذه الدقائق هي دقائق إجابة الدعاء. وكذلك نحن أيضا أحبتي في الله عز وجل نعيش العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل أيام رمضان وأفضل ليالي رمضان، فيها ليلة عظيمة ألا وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ينبغي على المسلم أن يغتنمها بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضها، حينما قالت له: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا تترك هذا الدعاء في هذه العشر الأواخر المباركات. ونحن إذا كنا نحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحافظ ونحرص على هذه الأدعية المباركة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكيف أخاف ما أشعر.